فنترال بارشيال كولوستوكتومي، عملية بقرة بترضع نفسها، ودي باد هابت في الكاو. طبعا لها بعض الأدوات زي الكرادل والمازل كاب، وبس الحيوان بيكسرها وبتقلل في سعر الحيوان، لكن العملية جميلة ما بتقللش من سعر الحيوان. بنبدأ أول حاجة بالليجيشن على الفريليريوم لينجوي، على الفرينيليوم لينجوي، تمام، بحيث ان احنا بنمنع البليدنج، بنملع البليدنج كده، بنعمل عملية الليجيشن او الربط عشان نمنع النزيف. عملية حلوة وجميلة ولازم الواحد ينفذها صح عشان محدش يقول لك ترجع تاني. هنبدأ أول حاجة ب طبعا الحيوان أندر ترانكلايزر، هنبدأ بالتخدير اللوكال انفلتريشن الموضعي. لوكال انفلتريشن تخدير الموضعي، لوكال انفلتريشن لوكال انفلتريشن، بنوزعه كده على اللسان. طيب عملنا التخدير، تمام، هنعمل ايه؟ العمليه بتتنفذ ازاي؟ جاست اباف ذا فرينيليوم لينجوي، يعني قدام الفرينيليوم لينجوي، انتل تو ذا تيب اوف ذا تانج، لبدايه التب، بنفوت 2 ل 3 سنتي من التب عشان الحيوان يقوم ياكل ما يتاثرش، لان احنا لو جينا عند التب الحيوان هيتاثر في الاكل، لكن احنا عايزين حيوان يقوم بعد العمليه ياكل على طول، يبقى لازم ابعد عن التب من 2 ل 3 سنتي. طب بناخد العمليه ازاي؟ وينج شيب. طيب الوينج شيب خلي بالك، لو لسان بهيمه عريض ماشي باخد كميه كبيره منه، لو لسان الحيوان صغير زي اللي احنا شايفينه كده باخد كميه برضو ايه على الجد. طيب انا هبدا بالوينج شيب، ادي الوينج شيب اهي، ادي الوينج شيب، ادي الوينج شيب اهي، شكل الجناح، ادي الوينج شيب، ادي الوينج شيب، بس هي ما تبقاش سطحيه، ماسف تيشو، ماسف يعني ايه؟ كميه من النسيج مش سطحيه. اه انا داخل في النسيجه، بص اديني داخل في النسيجه، مش سطحيه العمليه، ماسف يعني باخد كميه من النسيج. ونروح محددينها بعيد عن بداية الطنج من 2 ل 3 سنتي، ادي الماسف تيشو، بالسيزرز وبالفروسيبس بشيل الحتة اللي هي انا حددتها اهي اهي اهي، ادي الوينج تشيب اهي طلعته، تمام، بحاول اسوي الجرح اللي عندي اهو، بحاول اسويه، طبعا مفيش بليدنج لان انا ايه
رابط عامل ليجيشن، عامل ربط. طيب هنبدا ازاي بقى؟ هنبدا بالخياطه. الخياطه يا اما ماتريس يا اما سيمبل انتربتد، يا ماتريس يا سيمبل انتربتد. بنبدا في السليم في الاول، هناخد اول ستيتش في السليم اهو، اول ستيتش، ادي اول ستيتش هناخد اهي، تمام. بنعمل ربطة، اتنين، ادي تلاتة، واروح رابط، اديني ربطت اهو، ماشي، واديني باخد فوقيها كام عقدة كده علشان ما تفلش، تمام. العملية دي انا بعملها من 22 سنة، عملية حلوة وكويسة، بس الواحد ينفذها صح. هناخد تاني ستيتش، ادي تاني ستيتش، ادي تاني ستيتش، بندي واحدة، اتنين، تلاتة، ادي تاني ستيتش، ادي تاني ستيتش، تالت ستيتش او تالت غرزة، عشان اخواتنا السوريين اللي هم مدرستهم بالعربي، تالت ستيتش يعني تالت غرزة. اهو عقدة، اتنين، تلاتة، وشد، بحيث ان انا لو سبت الرابطة كده ما تفلش، اسيب الرابطة ما تفلش اهو، واربط عقدة، اتنين، تلاتة، اربعة، بس الجراحة دي عايزة خفة يد، تمام. هناخد اخر ستيتش، طبعا دي اخر ستيتش او اخر غرزة في اللسان، سيمبل انتربتد، سيمبل انتربتد. طيب احنا خدنا اخر غرزة، تمام، وبعد كده بنحل الربطة، بنلاقي اللسان بينزف، بنوقفه شويه ميه بس مسقعه، ممنوع وضع البتادين لان البتادين بيوقف البليد، بيزود البليدنج، مش كده، الدم مشي في اللسان اهو على طول، تمام. هات كوبايه ميه مسقعه، بعد كده بندي انتي انفلاماتوري، وبندي انالجيسيك ومضادات حيويه، والحيوان بنحفظه فراوي ذا صن بعيد عن الشمس فتره قد اسبوع كده، تمام. كوب بس كده، كده خلاص، كده غسلناه خلاص، كده وقف الدم. صور، صور عمك، حد صور. طبيب اول دكتور محمود حماد المنياوي، تمرجي اول، بعده كان الدكتور محمود طبعا، صفوة محمد حسين. صور عمك، صور عمك محمد، صاحب المشايخ محمد سنوسي، محمد سنوسي، صور 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 كله، صور ولاده، صور الاولاد، صور صور الاولاد، صور انا. شكرا شكرا، سلام، بس خلصت.